اهلا بحضراتكم مره اخرى مشاهدي نهايه الاسبوع، وفي هذه الفقره هنتكلم عن دعم وتمويل المشروعات الصغيره. ايه هي اصلا المشروعات الصغيره؟ عباره عن ايه؟ بيتعمل لها دراسه ازاي؟ شروط تقدم الشباب لهذه المشروعات. الحقيقه دكتوره غاده والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس امناء اداره المؤسسه القوميه لتنميه الاسره والمجتمع اعلنت ان اجمالي القروض اللي اتقدمت من خلال برنامج دعم وتمويل المشروعات المتناهيه الصغر التابع للمؤسسه في الفتره من 14 يوليو 2014 لحد ابريل 2018 حوالي 81 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لعدد اكثر من 22 ألف مستفيد لغاية نهاية مارس 2018. احنا هنعرف تفاصيل المجهودات دي وتفاصيل أيضا هذه المشروعات، خصوصا ان احنا في تجربة اقتصادية مختلفة جدا، تجربة بتعتمد على كل أنواع المشروعات، واهتمام مؤخرا بالمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، طبعا في إطار حرص الدولة على تشغيل الشباب والتفكير خارج الصندوق، وكمان علشان نتعرف مع بعض على هذه الثقافة المختلفة، خصوصا ان في دول كثيرة جدا قام اقتصادها بالكامل على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. تعالوا نرحب بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، الاستاذ محمد حسن رشوان، مستشار المشروعات الصغيرة بالمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن. اهلا بك يا استاذ. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. عايزين نعرف الاول يعني الانشطه الخاصه بالمؤسسه ايه، عباره عن ايه بالظبط، وبتقدم ايه وبتساعد الشباب ازاي؟ هو خلينا في البدايه نشكر حضراتكم على هذه الاستضافه. شكرا. ونرحب بالساده المشاهدين. الحقيقه انه المؤسسه لديها محورين مهمين جدا بتشتغل عليهم. المحور الاول هو محور الرعايه، والمحور الثاني هو محور التنميه. محور الرعاية بيعني بالاهتمام والعناية والرعاية الكاملة بفئة مهمة جدا في المجتمع المصري، وهي فئة المعاقين ذهنيا. الحقيقة المؤسسة بتضم في جنباتها الإعاقة الذهنية فقط يا فندم، ولا الإعاقة الذهنية فقط يا فندم؟ مش متخصصين في الإعاقة الذهنية. ده في الشق المتعلق بالرعاية. احنا بينضم الينا 7 مؤسسات موجوده داخل القاهره والجيزه، فيها حوالي اكثر من 500 ابن وابنه بيقيموا اقامه دائمه وكامله، يعني الاقامه والاعاشه والرعايه الصحيه وكافه الخدمات بتقدم ليهم عن طريق هذه المؤسسات. واحنا حقيقه في سبيلنا الى تطوير كتير من المؤسسات دي بحيث انها تتوافق مع المعايير العالميه في تقديم هذه الخدمات لهذه الفئه المهمه جدا، واللي احنا لازم نبقى موجودين جنبها ونساعد معاها. ده يعني محور الرعايه ده فقط الخاص بالمعاقين ذهنيا فقط؟ طبعا. طيب سؤالي هنا يا فندم، انواع الرعايه اللي بتقدموها لهم ايه؟ يعني هل بتساعدوهم على ان هم يندمجوا في المجتمع، ولا بتقدموا لهم فقط خدمات صحيه؟ الخدمات التعليميه او التثقيفيه اللي بتتقدمها لهم ازاي؟ و يعني هل وفقا لنوع الـ يعني كم في الميه ممكن؟ نعم. مثلا الاعاقه الذهنيه تكون 30، ممكن تبقى 20، ممكن تبقى 70، على حسب ايه بالظبط؟ هو طبعا بيبقى في تصنيف الحقيقه للاعاقه نفسها. انت عارف حضرتك ان بيبقى في فرق بين العمر الحقيقي والعمر العقلي لهذه الفئه. يعني ممكن يبقى عنده 40 سنه، عنده 30 سنه، 18 سنه، لكن العمر العقلي يمكن لا يتجاوز 6-7 سنوات. مظبوط. وبالتالي في تعامل من الاخصائيين والاستشاريين اللي موجودين عندنا والخبراء مع كل فئه على حده. بيحصل طبعا عمليه تصنيف بحيث ان يبقى القدرات العقليه المتشابهه والمتقاربه موجوده في مجموعات مع بعضها، وتقدم لهم الخدمات اللي بتناسب هذه الفئه من الناحيه العقليه. تمام. من القدرات المتوقعه عندهم من بعد الاخر. احنا بنقدم لهم كافه الخدمات زي ما قلت سيادتك. هم اولا هم من اسر قد تكون يعني محدوده الدخل، مش قادرين ينفقوا عليها. احنا بنقوم بكافه كل النفقات. احنا عندنا اقامه كامله، عندنا اعاشه كامله، عندنا رعايه صحيه كامله. في مبالغ بتدفع يا فندم من الاسر؟ في الغالب واكثر من 90% ما فيش مبالغ بتدفع، الا اذا كان في 10% بعض المساهمات البسيطه اللي هي ما بتغطيش حتى تكلفه الابن. الابن بيتكلف علينا في الشهر حوالي يمكن اكثر من 4000 5000 جنيه. وحجم العماله اللي احنا بنحتاجه للتعامل مع هذه الفئه
كبير جدا. عندنا عند ممكن من 700 ل 800 شخص بيخدموا ال 500 شخص او ال 550 شخص، لانه في بعض الاحيان مش اي حد يتعامل مع الفئه دي. طبعا لازم يكون مدرب، يكون مؤهل، بنختاره اختيار جيد وبيتعمل له دورات تدريبيه بحيث ان هو يتعامل مع هذه الفئه ويبقى عارف متطلباتها، عارف خصائصها، التعامل بتاعها بيكون يعني في بحرفيه عاليه جدا بحيث ان احنا نحافظ عليهم. احنا كمان بنحاول ان احنا ندمجهم زي ما سيادتك قلتي، وبنحاول ان احنا نقدم لهم مجموعه من التدريبات حتى التدريبات المهنيه. الاولاد دول بنديهم مجموعه من المهن بيتدربوا عليها وبينتجوا داخل هذه المؤسسات، بيشتغلوا في الفخار، بيشتغلوا في البامبو، بيشتغلوا في الملابس، في الاكسسوار الحريمي، اللي هي المهن اللي بتتناسب معاهم وما تبقاش خطيره عليهم، ويعني ما تبقاش لان التساؤل هنا ان بعد لما الاولاد دول او يعني الناس بتخرج من دور الرعايه بيروحوا فين؟ يعني خروجهم من غير رعايه يعني او متابعه، خليني اقول هم اخذوا مثلا فتره رعايه معينه واكيد بعد كده هيخرجوا في وقت ما، يعني عدم المتابعه بيعمل لهم انتكاسه وممكن يأذوا نفسهم، ممكن يأذوا اللي حواليهم، بتبقى مشكلة كبيرة جدا، لأن الرعاية برضو داخل المؤسسة بتبقى مختلفة عن الرعاية في الخارج. في نوع من المتابعة كده يا فندم؟ هو أولا خلينا نقول إن المجموعة اللي موجودة عندنا دي مقيمة عندنا فوريفر، يعني على طول. هو المفترض ان هو من 8 سنين ل 18 سنه، لكن هو بعد 18 سنه هيروح فين بالظبط؟ وكان اذا كان اهله ما كانوش قادرين يعني يستوعبوه في سنه صغير، فما بالك لما بيكبر طبعا يستوعبوه. فهو موجود، يعني موجود الى نهايه العمر، موجود معانا، فما بيخرجش من عندنا وبيظل موجود الا اذا اهله طلبوا مثلا يخرج. والله اذا طلبوا كانوا قادرين على الرعايه يعني بنستوثق من هذا من خلال المقابلات الشخصيه مع اهله، وبنشوف المكان بتاعه اللي هيبقى موجود فيه، ويعني اذا حصل ده اهلا وسهلا ما فيش مشكله. طيب نتكلم بقى على المحور الثاني وهو محور التنميه. احنا يعني يمكن اتكلمنا في بدايه الفقره عن المؤسسه القوميه لتنميه الاسره والمجتمع. التنميه بقى يا فندم، محور التنميه بتشتغلوا عليه ازاي؟ هو محور التنميه احنا بنهتم بالمشروعات متناهيه الصغر. وده مجال تخصصنا فيه، بنقدم لهم مجموعه من الخدمات. الخدمات دي بتشمل التمويل المالي والتدريب وتسويق المنتجات. طيب التمويل المالي لحد قد ايه فندم؟ التمويل المالي انت عارف هو عندنا القانون 141 لسنه 2014 بيقول ان المشروع متناهي الصغر بيبدا من 1000 جنيه او لحد 100000 جنيه. في مشروع ممكن يتعمل ب 1000 جنيه؟ طبعا. زي ايه بقى؟ لا في مش يعني اللي بيعملوا اكسسوارات حريمي ده بيحتاج شويه خرز وشويه سلك وشويه وقصافه وبنسه وكده، كل مجمل المشروع ده ما لا يتجاوز 1000 جنيه، 1500 جنيه، 2000 جنيه. تمام. احنا كمان عندنا يعني عندنا تنوع في المشروعات بتاعتنا، كل واحد عايز يعمل يبقى عنده فرصه عمل من خلال اي مشروع، واحنا مصنفينهم بالطبع مشروع حرفي، مشروع صناعي، مشروع زراعي نباتي، مشروع زراعي حيواني، او الخدمات. كل دي مشروعات. اذا كان عنده الخدمات اللي هي بتبقى ايه فن؟ كل انواع الخدمات، يعني كل اعمال الصيانه اللي بتتم للاجهزه المنزليه والموبايل والاصلاح والكهرباء والسباكه بتحتاجوا بقى كلها خدمات. يعني ناس بتبقى بتدربوهم بس لازم يكونوا طبعا تعليمهم فني. لا هو لا مش شرط حضرتك، مش شرط. هو احنا يعني لو اتكلمنا عن الشروط اللي احنا محتاجينها في الشخص اللي يعني يتقدم للحصول على التمويل، انه اولا يبقى مصري الجنسيه، 21 سنه، انه بيجيد المهنه، مش يعني من اول 21 سنه، من 21 سنه لحد لا لحد انا دي مفتوحه اوبن. تمام. يعني مش طبعا بيبقى عنده فكره واضحه عن مشروعه، قادر على الانتاج، قادر على تسويق منتجاته، برغم ان احنا بنساعد في التسويق، لكن احنا ما بنقدمش كل التسويق للمنتج، لكن هو لازم يساعد معانا في عمليه التسويق. طب حضراتكم بتقوموا بهذه الدراسه ازاي؟ يعني ازاي بتقدروا تحددوا اذا كان هذا المتقدم قادر بالفعل على التسويق ولا لا؟ لان هو ممكن يكون قادر على الانتاج ويجي على نقطه التسويق اللي هي اصعب نقطه في المشروع ويتوقف عندها، ازاي بتقدروا تحددوا؟ احنا حضرتك بنعمل بحثين. بحث اجتماعي بتقوم به وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الوحدات الاجتماعية، ده بنتعرف فيه على مكونات الأسرة والدخل بتاعها
ويمكن التاريخ العملي من خلال انت بتشتغل ايه، مهنتك ايه، عنده فكره يعني عن النوع ده من جزء الشغل يتعلق بيتعلق بالنواحي الاجتماعيه بتاعته، سكنه، مكانه، المكان اللي هيبقى فيه المشروع. في عندنا بحث تاني اللي احنا بنسميه بحث المشروع او دراسه الجدوى الاقتصاديه، بس احنا لانه مشروع بسيط وصغير فبنقولش دراسه جدوى اقتصاديه، بنقول دراسه مشروع. ايه هي مكونات المشروع، دوره راس المال، المكان اللي هيقدر يسوق فيه، من خلال الاخصائي اللي موجود بيقدر يتكلم معاه، بيستخلص منه الخبرات اللي موجوده عنده وبيقدر يقيسها وبيقدر يقول ان هذا الشخص فعلا ملائم لهذا المشروع. طب هو ممكن يبقى الشاب عنده مثلا مشروع معين والمندوب بتاع حضراتكم او الاخصائي اللي مبعوث من حضراتكم يقول له لا دي مناسبه ليك اكتر مثلا علشان تقدر تحصل على التمويل، ولا لا هو اساسا هو لابد ان يجي لنا بفكره واضحه. يعني هو مش يجي يسال انتوا عندكم ايه، يعني هو لازم يجي بفكرته بفكره واضحه. تمام. ده مش سوبر ماركت يعني. هو لازم يجي بفكره واضحه. لا انا قصدي ان هو ممكن يكون مثلا يقول انا عايز افتح مشروع كذا وهو حواليه في مشروعات مشابهه، فممكن تقترحوا عليه له لا يعني المفروض تعمل حاجه مختلفه شويه علشان تقدر تسوق او تقدر تبيع. سيادتك ده ممكن يحصل، مثلا واحد عايز يشتغل في الملابس فيجي يقول لي انا هشتغل في الامصان الرجالي. فلو خد بالك ان في مشروعات كتيره جدا اتقدمت لقمصان الرجال، لكن البنطلون جينز مثلا الناس محتاجاه دلوقتي. أيوة هو ده اللي هو بسعر منافس في داخل المهنه نفسه، لكن بنوجهه الى منتج تاني، بس هو اساسا هو جاي يشتغل في ملابس الجهاز، فبنوجهه لمكان تاني. هو جاي ينتج سجاد وكليم، فنقول له والله خد بالك ان الكليم الجديد دلوقتي لازم يبقى ملون ولازم يبقى فيه كذا وكذا وكذا، مش الكليم القديم اللي كنا متعودين عليه. لو اشتغلت بالطريقه القديمه مش هتقدر تسوق منتج. احنا بنديله نصايح الحقيقه وارشادات علشان لما ينتج يقدر يسوق منتجه. طيب احنا كده اتكلمنا عن يعني طريقه تقديم المشروعات او النقاش اللي بيتم ما بين المتقدم وما بين حضراتكم. الانواع بقى، يعني انواع المشروعات حضرتك دلوقتي بتقولي في مشغولات يدويه، في انتاج زراعي، في انتاج زراعي حيواني، في كذا حاجه. كل نوع من انواع المشروعات دي ليها مثلا مبلغ معين في التمويل ولا بتبقى وفقا؟ لا هو الحقيقه احنا مصنفين المشروعات صحيح، لكن مش راصدين لكل نوعيه منها مبلغ محدد. احنا بنشتغل بنظام الاولويه. احنا اولا ما بنشتغلش مباشره مع العميل او مع المستفيد النهائي كمؤسسه قوميه. احنا لينا شركاء للتنميه. شركاء التنميه دول هي الجمعيات والمؤسسات الاهليه اللي موجوده في جميع المحافظات في جمهوريه مصر العربيه. يعني مواطن ما بيجيلكوش مباشره؟ لا ما يجيش. احنا مؤسسه مركزيه موجوده في القاهره. واحد في اسوان، واحد في الاقصر، واحد في شلاتين وحلايب، عايز يتقدم بيتوجه فين؟ بيتوجه الى الجمعيه الشريكه معانا. احنا عندنا شركاء التنميه حوالي 285 جمعيه على مستوى الجمهوريه. فهو بيتوجه الى الجمعيه. طب هو يعرف الجمعيه دي منين؟ هو اساسا يتوجه الى الوحده الاجتماعيه التابعه لوزاره التضامن الاجتماعي. احنا عندنا 2500 وحده منتشره على مستوى مصر كلها في جميع الاحياء وفي جميع القرى. بيتوجه للوحده الاجتماعيه بيسال عن الجمعيه اللي بتقدم تمويل ممول من المؤسسه القوميه لتنميه الاسره والمجتمع. كل الوحدات عندها علم بهذه الجمعيات، فبتوجهه للجمعيه الاقرب الى سكنه عشان يبقى فيه سهوله في التعامل، سواء كان في سداد الاقساط او في الابحاث اللي هتتم عليه او في متابعه المشروع بعد تنفيذه. طيب هنا يا فندم برضو بياتي سؤال موضوع السداد. نعم. يعني بما ان حضرتك فتحت الموضوع ده، هما بيسددوا ازاي؟ يعني المستفيد من المشروع بيسدد ازاي؟ ممكن يسدد على قد ايه؟ وعايز اعرف بقى تفاصيل السداد دي، هو بيروح فين ويسدد ازاي؟ هل في فايده، الفايده كبيره صغيره؟ لو تعثر مثلا لا قدر الله يحصل ايه؟ هو بعد المواطن ما يستعلم عن الجمعيه اللي هتبقى ممول ليه من خلال الوحده الاجتماعيه، بيتوجه الى الجمعيه، بيقدم طلبه. الطلب فيه بيبقى ثلاث حاجات مهمه قوي بالنسبه لنا. اول حاجه المبلغ اللي هو عايزه، ثاني حاجه نوع المشروع اللي هو هيشتغل فيه، ثالث حاجه طريقه السداد المناسبه ليه. تعرف حضرتك ان في دوره انتوا عارضين كذا طريقه للسداد؟ يعني الجمعيات طبعا بتعرض كذا طريقه للسداد. ازاي بقى؟ في بعض المشروعات بتبقى السداد بتاعها ممكن يبقى كل شهر، لكن في مشروعات ثانيه زي مثلا واحد يعمل منحل او واحد هيقوم بتسمين العجول. الدور ده مواسم، هو بيشتغل مرتين ثلاثة في السنة، ما تقدريش تاخد منه قسط كل شهر إلا إذا كان القسط بسيط جدا وهو عنده دخل تاني يقدر يوفيه. لكن إذا ما كانش عنده هذا الدخل واعتماده
كان على هذا المشروع، فاحنا مضطرين ان احنا نشتغل بنظام الدفعات التي تتناسب مع دورة رأس المال. طيب الفوائد قد ايه فهم؟ هو خلينا نقول ان الفوائد دي هي مصروفات إدارية. احنا كمؤسسة قومية لا نسعى الى الربح، ده مهمتنا. الفوائد هي مصروفات إدارية؟ هي مصروفات إدارية. يعني ايه المصروف الإداري؟ اصل في فرق من الفايده كفايده كده بنتكلم عليها، ان يبقى فيها نوع من الربحيه. يعني الفايده اساسا بتغطي ثلاث حاجات. اول حاجه تكلفه القرض نفسه اللي هي مصاريف الناس والنفقات والاخصائيين اللي بيشتغلوا. ثاني حاجه الريسك او المخاطره، لانه في تعثرات بتحصل يمكن من 2-3%، او احنا طبعا الحمد لله عندنا بتوصل 1% او اقل. مفيش حد بيتعثر تقريبا. لا يعني لازم في حد يتعثر. شوف حضرتك، من ضمن القواعد المهمه جدا في التمويل الاصغر او التمويل المتناهي الصغر، انه لا يوجد قروض بلا مخاطر. مفيش قروض بلا مخاطر. ما دام في قرض يبقى في خطر، لكن هذا الخطر انت بتتحسب ليه بعده اجراءات. الاجراء الاول هي الدراسه الصحيحه والسليمه للمشروع. 2 اقامه المشروع نفسه، لان انت لو اديت واحد فلوس على اساس ان هو يعمل مشروع وما عملش المشروع وراح عمل بيها اي غرض تاني، بنى بيته، جوز بنته، عمل اي حاجه بالزبط، فاصبح ما عندوش عائد يقدر يسدد منه المشروع. فاكبر ضمان للمشروع. بس حضراتكم ما بتضمنوش ان هو ياخد المشروع، ياخد الفلوس، عشان يعني ما انتوا كده كده بتدوا التمويل الفلوس. لا احنا عندنا آلية تانية خالص للتمويل، وهي ان احنا بنقدم مشروع ومش فلوس. احنا ما بنديش فلوس في الناس اللي، والجمعيات ما بتديش فلوس. جمعيات شريكه مع المواطن في ان هي بتنفذ له مشروع. مثلا المعدات، عايز مكان خياطه، عايز يشتري كذا خليه نحل، عايز يشتري نول سجاد، عايز يشتري خامات. فهو في الغالب العام هو بيبقى مشروع، بنقدم له مشروع علشان نضمن ان هو اخذ التمويل. عشان كده احنا بنسميه تمويل مش قرض، ده تمويل لانه ذاهب الى مشروع. طب هو بيسدد بقى على حسب ايه؟ ما حضرتك بيسدد على حسب الاتفاق بينه وبين الجمعيه، او بينه وبين المؤسسه اللي هي اقرضته او ادت له تمويل. تمام. غالبا في الغالب العام بيبقى السداد شهري. المصروفات الاداريه احنا عاملين سقف لا تتجاوزه كل المؤسسات، ممكن تنزل تقل عنه، اللي هو الحد الاقصى 14% في السنه، لكن ممكن تنزل. يعني في بعض المؤسسات وبعض الجمعيات بتنزل عن هذا الحد، احنا سامحين لهم بالنزول، لكن مش سامحين ليهم ان هم ياخدوا باكتر من هذه النسبه. طيب هنا يا فندم برضو في ناس كانت بتسال على هل يعني المشروع ده فردي ولا ممكن يشترك فيه مجموعه ويحصلوا على معدات اكتر او يحصلوا على تمويل اكبر ويشتغلوا مع بعض ويسددوا مع بعض. انا اشكر سيادتك على السؤال ده. احنا عندنا مشروعات اما بنصنفها مشروع جديد او مشروع قائم، ده من حيث التصنيف الاول. المشروع الجديد يعني واحد لسه ما اتعملش وعنده عمل الدراسه وبدا يشتغل عليها، فاحنا بنمول ده. او مشروع قائم بالفعل وهو عايز يتوسع في المشروع. المشروع اما انه يبقى مشروع فردي، يعني واحد بس بيقوم به، او مجموعه من الشباب او مجموعه من السيدات او مجموعه من المواطنين، يعني في حدود 3 أو 4 أو 5 على الحد الاقصى. إذا كان المشروع فردي احنا الحد الأقصى ليه 20,000 جنيه. ماشي، ده لو شخص واحد. ده كان شخص واحد. طب انما لو كان في حدود 3-4 أشخاص، خمس أشخاص، احنا ممكن نوصل بحجم التمويل إلى حوالي 50,000 جنيه، على أساس انه يبدأ مجلس. لو هم 5 ممكن يبقوا 50,000. 50,000 جنيه، وهم بيبقوا ضامنين متضامنين، يعني كل واحد بيبقى ضامن 50,000، مش جزء من المبلغ. فهم كده دايره مع بعضهم ضامنين متضامنين. احنا اولا عندنا سهوله في الضمانات، احنا ما عندناش ضمانات عينيه، يعني ما نقولوش هات بيت او هات شيء معين ان احنا انت تضمن بيه، نعمل لك رهن حيازي او نعمل لك اي اجراء من الاجراءات المعروفه بالنسبه للضمانات العينيه. الضمانات كلها شخصيه، بيبدأ على ورق بيلتزم فيه الحقيقه بالسداد، وده بيبقى ميسر جدا بالنسبه لكافه المواطنين الحقيقه. طيب في ناس بقى برضو فندم بتقول ايه، اول ما بنسمع الموضوع ده بنتكلم عن ان يعني العدد، هل في عدد معين مسموح به مثلا للتقاعد؟ يقول لك يعني عدد معين من المواطنين، هو اي حد بيروح واي حد بيتقدم. الفكره دي يا فندم لسه موجوده عند الناس لغايه دلوقتي، خصوصا اللي بيبقى عندهم يعني مشروعات صغيره جدا ومحتاجين ان هم يكبروها بالفعل. يعني هو بيبقى عنده مشروع بس يقول لك لا هم ما بياخدوش اي حد. احنا بنصلح الفكر ده ازاي؟
لا هو من ناحية العدد احنا مش عاملين ارقام او اعداد، لكن كل جمعية اصلا او كل مؤسسة بتتقدم لينا باوراقها، احنا بنطلب منهم مجموعة من الطلبات، من اهم الطلبات بنقول لهم هات لي قائمة الانتظار الويتنج ليست، انت عندك كم واحد وكل واحد من دول هياخد كم مبلغ قد ايه حسب المشروع بتاعه. فبيقول والله انا عندي 20 واحد هياكل في 10,000 فانا محتاج 200,000، فهو بياخد على قد الويتنج ليست او على قد قائمه الانتظار اللي هو بيقدمها. اما نوعيه الاختيار ما هو في ناس بتترفض وفي ناس بتقبل، يعني في حد بيجي لك عايز يعمل مشروع معين وليس لديه اي فكره عن مشروع، هو بس بيقلد ناس تانية، فاهلا وسهلا بان واحد بيحلم، واحنا محتاجين الناس اللي هي بتبص قدام، بس احنا بنوجهه ونقول له مش مناسبه لامكانياته مثلا ولا لا. هو مثلا واحد يجي يقول لك انا عايز افتح مصنع ملابس جاهزه صغير. طب انت عمرك قعدت على مكنه؟ لا. طب تعرف نوعيه المكنه؟ لا. تعرف ايه التشطيب بيتم ازاي؟ تعرف الخامات بتيجي منين؟ ما عندوش اي فكره عن اي حاجه. فده محتاج في الاول احنا حتى يمكن نصيحه لكل الشباب اللي هم بيتقدموا للحصول على تمويل او على قروض سواء من عندنا او من اي جهه تانية، بنقول له لو سمحت انزل السوق الاول اشتغل في المهنه اللي انت حابب ان انت تبدا فيها مشروعك، اشتغل سنه اشتغل سنتين تتعرف طبعا، علشان احنا بنقول له ما تجربش في نفسك، يعني ابدا الاول خد الخبره اللي انت محتاجها لمشروعك من مشروعات تانية واشتغل بإيدك واعرف كيفية إدارة المشروع، كيفية الحصول على على الخامات، المعدات بتيجي منين، المعدة لما بتتعطل مين اللي بيصلحها أو بتصلح إزاي، فيبقى عنده فكرة كاملة عن السوق وفكرة كاملة عن المشروع بتاعه، يبقى لما يبدأ مشروعه ما يحصلوش أي انتكاسة أو يتعصب يعني. طيب يا فندم، بالنسبه للناس بقى اللي عايزه تكبر المشروع، حضرتك قلت لي ان في حاجه اسمها مشروع قائم. قائم يعني بالفعل بيبقى المشروع موجود واحنا عايزين نتوسع فيه او نكبر صحيح. المشروع ده اي مشروع، يعني اي حد عنده مشروع قائم وعايز يكبره، يعني مثلا في ناس تبقى عندها محل والمحل معقول ماشي كويس، هل ده من حقه ان هو يحصل على تمويل ولا في حد بيبقى ليه اولويه قبليه؟ لا، هي موضوع الاولويه عندنا بتاريخ التقديم كويس، مش بنوع المشروع. لا، مش بنوع المشروع يعني ولا بحالة المشروع. لا، ما هو حالة المشروع ده بيحكم عليه انا هموله بقد ايه وهموله من الاصل ولا لا، يعني انت عارف حضرتك. طب انا ممكن ما مولش المشروع ليه؟ لعدة اسباب، ان المشروع جاي. اصلا يبقى غير مطابق لاهدافنا، يعني في بعض المشروعات الملوثة للبيئة انا ما اقدرش، زي مشروعات البلاستيك ومشروعات الصباغه اللي بتصرف داخل المصارف العاديه، او يعني مشروعات ما هي يعني ما هياش متطابقه معانا. احنا عندنا طبعا بنتكلم في كل الخدمات، لكن لما تيجي حضرتك تقولي لي مثلا تمويل مشروع توك توك، لا احنا ما نمولش مشروع زي كده. احنا بنمول مشروعات الحقيقه يا اما بتادي انتاج، لازم يكون بينتج او بيقدم خدمه، ما هو اللي عندنا الانتاج اما ان يكون سلعه او خدمه، فاما انه بيطلع سلعه او بيقدم خدمه، يعني انا عندي يمكن بضرب مثلا بقول حتى الكوافير ده بيقدم خدمه، فلو واحده عايزه تعمل محل صغير كوافير اهلا وسهلا، واحد عايز يفتح حلاق صغير اهلا وسهلا، ده مش مختلفين عليه، واحد عايز يفتح محل صغير لصيانه المعدات او صيانه الموبايلات، ده خدمه بيقدمها، ده برضو احنا موافقين عليه. طب في فندم بعض السيدات بيبقوا عايزين يشتركوا مع بعض، مثلا بيعملوا منتجات معينه، سواء منتجات يعني طبيعيه او اكل وشرب وحلويات وكلام من ده، بيبقوا محتاجين مكان يبيعوا يعني المنتجات بتاعتهم، هل ده نوع بالنسبه لكم من انواع المشاريع؟ يعني ممكن حد يقدم، في بنات كتير بتعمل ده صحيح. وبتقف تبيع في الشارع، فهل ممكن تقدروا توفروا لهم مكان؟ انا اوفر لهم تمويل، اوفر تمويل مش مكان، لكن مش مكان، حتى دي نوعيه المشروعات الغذائيه بالذات. احنا حتى احنا عندنا معارض دائمه، يعني الجزء بقى بتاع التسويق احنا عندنا معارض بتاعتنا بتاعه المؤسسه القوميه اللي بتملكها المؤسسه، وبنشارك في جميع المعارض اللي بتقيمها الدوله سواء كان في الداخل او في الخارج، لكن احنا بنسوق المنتجات القابله للتسويق من وجهه نظرنا. المنتجات الغذائيه الحقيقه لا احنا يعني ما بنقدرش ندخل في تسويقها، لكن بنمولها وهو بيقوم بعمليه التسويق، لانه دي ليها مده صلاحيه سيادتك. طب وانتوا بتمولوها ازاي يا فندم؟ بتجيبوا لهم الحاجات اللي بيعملوا بيشتغلوا بيها؟ بيشتروا دقيق، بيشتروا فرن علشان يسوي فيه، بيشتروا المعدات والصاجات، وبيشتروا حاجات كتير، بيشتروا خلاطات وعجانات،
فده كله احنا بنموله ما فيش مشكله. لكن لانه له فتره صلاحيه يمكن الاغذيه في حدود 3 4 ايام، فانت النهارده لما يبقى في حتى في محافظه ويبقى كمان بيحتاج الى تجهيزات معينه عشان يحافظ عليه، يحتاج الى صلاحيه ثلاجه بقى ومحتاج ثلاجات وحاجات زي كده. فحقيقه ما بنقدرش نسوق الموضوع ده، لكن بنترك مهمه التسويق في المنتجات الغذائيه كلها مع لصاحب المشروع بالظبط. طيب كده بالنسبه بقى احنا اتكلمنا يمكن على المحافظات ومحافظات مصر، كل محافظه فيهم مشهوره بمشغولاتها اليدويه او انواع المفروشات او كده، الحاجات دي ما بيبقاش ليها فتره صلاحيه. صحيح. طيب احنا بنساعد فيها ازاي يا فندم؟ يعني عشان كمان على الاقل المهن دي ما تندثرش، يعني صحيح. دي حاجه من الحاجات برضو اللي بتميزنا او بتعزز هويتنا يعني. صحيح. حضرتك اتكلمتي عن جزئيتين، جزء انه ازاي نسوق المنتجات دي، والجزء التجمعات الحرفيه. التجمعات الحرفيه احنا في مصر عندنا الحقيقه في تجمعات بطبيعتها موجوده، يعني بص تلاقي في اشمون موجود السجاد الحرير، بص تلاقي في الاقصر موجود شغل الالبستر، في فوه موجود شغل الكليم، في اخميم موجود شغل النسيج اليدوي والمفروشات اليدويه، في فيوم موجود فيه الخوص وموجود فيه الخزف. دي تجمعات موجوده بطبيعتها. احنا دلوقتي داخلين في مفهوم جديد وهو مفهوم قريه واحده منتج واحد، فاحنا بندعم مجموعه مش بندعم واحد بقى فرد، مجموعه بشرط ان يكون المجموعه دي عشان تدخل معانا بمفهوم قريه واحده منتج واحد انها بتشتغل في منتج واحد فقط لا غير. فمجموعه الناس ممكن يبقوا 50 ممكن يبقوا 100، يعني مشروع كبير او تجمع، هو بيبقى كانه مشروع كبير كلاستر، يعني تجمع كبير لحرفه واحده زي اللي في الصين مثلا، زي بالظبط زي اللي في الصين، زي اللي في الهند، زي اللي في ماليزيا. احنا بنتبع ده، احنا زرنا الدول دي كلها على فكره، وبننقل خبرات منها. وعندي الشباب اللي موجودين حتى في مشروع الدعم المشروعات اللي موجوده عندنا في المؤسسات القوميه، بنسفرهم للخارج، بنسفرهم بنجلاديش على سبيل المثال. اصل فكره حضرتك بتقولها دي يعني يمكن موجوده بشده في الصين وفي تايلاند تحديدا كمان، لان مثلا بيبقى فيه وهم بيشتغلوا في الملابس بيبقى فيه مثلا هي مجموعه كبيره وموجوده كلها في مكان واحد، فيبقى مجموعه دي مثلا هنا بتخلص في جزء معين ودي بتخلص كذا ودي بتخلص كذا، وبيدوا للعميل يوم واحد 24 ساعه من كذا لكذا، تيجي تستلم مثلا الجاكيت، تيجي تستلم كذا، تيجي تستلم كذا، فبتبقى الموضوع فيه سرعه شديده، ايضا بيبقى فيه تنظيم. صحيح. هم بيشتغلوا بنظام تقسيم العمل، وتقسيم العمل ده مهم جدا. أيوة لانه بالزبط. العمليات يعني هو ده اللي انا اقصده، علشان السرعه والدقه. دي الحاجه اللي يمكن شويه يعني احنا عندنا كل حاجه شويه بنفتقد حكايه السرعه والدقه. هو تقسيم العمل كفكره مهم جدا، لانه مش من المفترض ان صاحب المشروع او المنتج ان يبدا يعني من الف للياء. أيوة. في المنتج. تمام. لكن احنا بنقول احنا كل منتج، اي منتج موجود يدوي او غير يدوي او صناعي، بيبقى له مراحل تصنيع. فاحنا بنقول طيب وجهوا نفسكم بحيث ان يبقى مجموعه متخصصه، يعني مثلا في النسيج، النسيج اليدوي اللي موجود في اخميم، نقول والله في مجموعه متخصصه في عمليه اسمها اللقي، لقي ان تعمل الخيط جوه الدرق اللي هو بيشتغل على النول، مجموعة تانية بتشتغل على النول، مجموعة تانية بتعمل الخيوط، مجموعة تانية بتجمع هذه الأقمشة وبتكويها أو بتعمل لها السلفلة بتاعتها. وبالتالي تقسيم العمل بيؤدي إلى حاجتين اتنين، بيؤدي إلى سرعة الإنتاج وكثافة الإنتاج، تاني حاجة بيؤدي إلى الإتقان، لأنه الإنسان لما بيعمل عملية واحدة فقط لا غير بيتقنها جدا وبتبقى عملية ميكانيكية. فأقدر أخرج بقى بالمنتجات دي بره. احنا اوريدي منتجاتنا بتطلع بره، مش هنقدر، ده احنا خرجنا بره وبقالنا اكتر من 20 سنه كمؤسسه قوميه، منتجات المشروعات منتجات الصغر اللي احنا بنمولها بتسافر دول العالم كلها. وهي يا فندم هنا بتتباع، لما تيجي تتباع بتتباع لي باسعار غاليه؟ لا مش باسعار غاليه. النهارده لما تيجي تقارني يعني على سبيل المثال الكليم، كويس، وهو من الصوف الطبيعي ومن القطن الطبيعي، هتلاقي سعره اقل حتى من السجاد الصناعي. وده منتج طبيعي معمول يدوي، اولا في قيمه من حيث ان هو هاند ميد، ثاني حاجه متين جدا، ثالث حاجه صحي، وبالتالي هتلاقي اسعاره نفس اسعار او اقل من المنتج الصناعي. فما عادش ما بقاش النهارده المنتج إيه. لكن خلينا نقول ان في بعض المنتجات اليدويه ذات الحرفيه العاليه جدا، زي منتجات السيرما ومنتجات الاوبيسون ومنتجات دي ليها ناس كلاس معين بيحبوها، فبتبقى غاليه شويه. بتبقى غاليه لانها بتاخد وقت طويل، الطقم بياخد 6 شهور مثلا. السجاده على سبيل المثال اليدوي
السجاده الحرير او السجاده الصوف، المتر ممكن ياخد حوالي شهر. تمام. فانت عشان تعملي 6 متر تقعد 6 شهور. فطبعا بيبقى فيه لكن هي لها قيمه الحقيقه. لا انا بسال اجيب عن يعني التساؤلات اللي بتدور في اذهان المواطنين. ساعات يقول لك اما الحاجه دي، طب دي مصري غاليه ليه؟ ما هي معموله يدوي. صحيح. لازم تكون غاليه. صحيح. يعني هو ده السؤال. طيب النصيحه اللي حضرتك تحب توجهها خصوصا في اطار التدريب، لان الشباب بقى يعني كانوا برضو يسالوا على التدريب والكلام ده، حضرتك تحب توجه لهم نصيحه ايه؟ هو يمكن تاذني لي سيادتك قبل ما نقول نصيحه للشباب بخصوص التدريب، احنا عندنا يمكن نداء للجمعيات والمؤسسات الاهليه اللي هي مؤهله انها تبقى شريكه لينا، انها تتقدم للمؤسسه القوميه لتنميه الاسره والمجتمع، بحيث انها تبقى عضو فعال وشريك لينا في المحافظه اللي هو موجود فيها، خاصه في المحافظات النائيه. احنا الحقيقه عنينا مش على المدن، المدن اصبحت ليها موارد كتيره في عمليات التمويل، لكن احنا بنتكلم عن القرى، بنتكلم عن النجوع، بنتكلم عن المناطق البعيده جدا اللي قد تكون محرومه في بعض الاحيان من مصادر التمويل. فاحنا بنطلب من الجمعيات المؤهله، جمعيات ذات الخبره، انها تتقدم الينا، تواصل معنا. طبعا عنواننا معروف، مكاننا معروف، ويعني وسائل التواصل موجوده على البيج بتاعتنا، يقدر يدخل يعني يتواصل معنا. طيب. بحيث ان احنا نقدر نديهم تمويل يعني يروح للناس اللي هي محتاجه هذا التمويل في هذه الاماكن البعيده. طيب. بالنسبه للشباب الحقيقه، هو احنا عندنا خلينا نقول احنا ما عندناش منظومه تدريب في مصر بصوره واضحه شويه. ما انا عشان كده بقول لحضرتك توجه لهم نصيحه يعني. لكن خلينا نقول برضو ان في اطار التشاركين الحقيقه المجتمع المدني عامل شغل كويس قوي. تمام. يعني الان جي او عامل شغل محترم في مجال التدريب، وان كان مش بالطريقه الاحترافيه اللي احنا محتاجينها، لكن توجد مراكز تدريب على مستوى مصر تابعه لعده وزارات، يعني عندنا وزاره التضامن الاجتماعي لديها مراكز تدريب، جزء منها مخصص للابناء المتسربين من التعليم اللي بيسموها مراكز التكوين المهني، وجزء منه مخصص للمواطنين العاديين اللي هو مراكز اعداد الاسر المنتجه. تمام. وزارات زي وزاره القوى العامله، وزاره الشباب، كل دي يبقى فيها مراكز تدريب. فيها مراكز تدريب. بس اهم حاجه الشاب يتاكد من ان المركز ده هيقدر يفيده في عمليه التدريب، وان التدريب اللي هيحصل عليه هيقدر يشتغل بيه بقى بعد. هيقدر يبقى ليه اثر وليه ناتج يقدر يشتغل بيه. تمام. مش تعمل كورسات وتدريبات وخلاص، لازم تبقى كده. بتشتغل على بعدين ما فيش مهنه يعني. انا بشوف برضو بمناسبه هذا الكلام على الفيسبوك وعلى الناس يقول لك في خلال 3 ايام تتعلم التفصيل، ما فيش كده. في خلال 5 ايام نتعلم النجاره والحداد، ما فيش كده. المهنه خليك في الحاجات الرسميه احسن. وقت لان انت بتتشرب الصنعه نفسها وهي بتيجي بالممارسه والتكرار. انا طبعا في النهايه بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وشكرا للاجابه على التساؤلات اللي كانت يمكن مهمه جدا في موضوع المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. وشكرا مره اخرى استاذ محمد حسن رشوان، مستشار المشروعات الصغيره بالمؤسسه القوميه لتنميه الاسره والمجتمع التابعه لوزاره التضامن. شكرا يا فندم. انا بشكر سيادتك جدا على هذه الاستضافه الكريمه. شكرا يا فندم. مشاهدي نهايه الاسبوع، بعد هذا الفاصل نتكلم بالتفاصيل عن أحد أهم أعمدة الدولة التعليم، والأستاذ أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم. ابقوا معنا ونهاية الأسبوع.